الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. يا مرة مع بالراحة يا أخ، مع بالراحة أخوانا. لحد ما يخش بكشكش بعمل أي حاجة، أنت خش زي الظل. هاك الجوغر يجوغرك إن شاء الله بين غريك المكان ديت. يا مرة بخلي عندك منافذ أقول لك كلام، أنت جالس الكلام بالتي يحسن ما ينفع معك. ما وي ما تقيعي يا أخو يا زيوبك. الله يبارك فقول لك، هنا عصير حلو غريك. ليش شنو؟ ترى بتلمني في شلاتيتك ما شوين، وفي شنو ذاته الحاصل شنو؟ اسمحي ناضل، انا تاني ما عندي معك قاعده في البيت ده. ما قادرين نتفاهم ونتحاور. ما عندي معك اي مفاهمه، عند الرجال اللي بتفاهموا معك. انا اقول لك من الاخر يا فضيله، اكل لحقتي مركتي من هنا باب الشارع ده ثاني ابد عتبيه. وحذرك من تجيبي لي اخوانك التيوم ديل ترسلوا لي يتفاهموا معي. اول شيء ما عندهم الافق للحوار وما بيفهمون هنا ذاتي بقول فيه شنو. من ايوه مقالك شنو؟ قم شيل عصادك اروح على زول عشان نوري مقابل. نسمع كلام الزول في الاول البلول اخوي، احتمال اختك غلطانه في حقه. لا الغلط هو راكبه من ساسه ليه راسه. ما تتحامخ سا يا اخوي. والله يا مليه وما تقوم العكاز ده، والله يا باك قمت اروح عليه. قم ايام عبدال فيش رأى. أنا شارين عكاكسكم كذا، إذا قلت لكم كلب الله هنا الموت جاكا ترك الصلاة. أولاد النهير أفا أولاد النهير، ده أنت عيق ودع عمك ولا الله هنا البلولة. زول أنت مسمينك على زول أرباب وزول راس قبيلة وزول حلال المشبوك. هزول من ليو أنت هزول ما فيكن واحد عاقل بحد الثاني. أناس نزلوا عكاكسكم نخش على البيت لأيوه. نزل عقاكيس كنت تنزل فيكم السنة تكملكم كميلة. أقول أيوة نتفاهم بالراحة. تعال تفضل. شوف أبو الندب، أنت طبعا الرجال مكملين أنت، وكان عليك كرم وجود والوقف مع الناس وقت الحرب تتلقوا، دي وارثنا من جدودكم ما في كلام. وزي ما قال الشاعر، لا تنصر الدرر على الخنازير وعلي الطلاق، انتم يكون الخنازير والحلاليف زي ما قال الشاعر فيكم انتم ذاتكم. والله صدق الشاعر وصدقت افضل. الله يبارك فيه. الله يبارك فيه. طبعا يا اخواننا من خلال تمحور الحوار الافقي الممتد عبر التكتيك الابجدي، فاهمين انتم؟ والله يا خريبكم ما فاهمين الحبة، قاعدين كذب على زيارة سبيل. لا هو فضيل، أنا فاهمك علا مليوة أخوي ده فاهم وشوية كده بسيط. كلامه ده ما واضح البلول أخوي، علا بدور له فهامة كمان. ثانيا طمحور الأفق في الحوارات الأنثروبولوجية بتنبثق من خلال انتو فاهمين أنا بقول فيه شنو؟ فاهمين؟ ثالثا ودل هما فضيلة دي هم التعمي، وكان ما شال البيت ده أشيله فوق راسي ده من فوق. أسمع فضيل، مش فضيلة أختي دي بيعوا قادي ده بجيبه. لا ما في داعي لعصاتك هذا، أصلا ما في داعي لعصاتك، أنا جاهز لأي طلبات. داري لي أنا كوباية شاي بس. خلاص خلص التلبيسة تجيبه ليكم. فضيل فضيل. فضيلة مرحبا. والله مرحبا، نورتي دارك. والله نورتي. شوف يا فضيلة، أنا أقول لك كلام ليك ولي زمانك، وأنا كلمتك 100 مرة
قلت لك كان عندك كلام قوليه، ما تبوزي وتمديني طرومتك، انا طرومتي طول منك. اسمع هنا يا فضيل، انا قصرت معاك فوق شنو عشان تقول ماشي تعرض فوقي؟ انا اهي اوعك تنكر كمان لما تكون ده تعرس، تعرس لك بيت من اخر ده من اخر بطوله ما بيجي تم بالدسام ديل ازدهار بحاجه صافي. ازدهار هاي صح، انا تقدمت لك سكت على ولد زي فوق الناس يقول عندهم زول معك اخليني اتم كلامي. اي نعم انا تقدمت لك لكن مالي لزول عزيز علي والله. بعدين انا مشيت لاهلها وقالوا عنده انشوره، قلنا نخلي الموضوع طيب الكتمان. لقيت اخوانك اللي ما بتتبنى في خشم الفوله ديل وكلموك ديل. قلت لهم يا اخواننا الموضوع ما يهيه. يهيهت لهم الموضوع عديتهم مقرب الاحبال عشان ما نبقى في قلنا، وقالوا وقال منو والزول منو. هو ماله؟ ما يجي بالدغري الدساسه والكتمان في شو؟ يا زوله الناس ديل ما بيناتهم سابق معرفه. شافه عجبته، كلمني شجعته. وكلني ووصلته عشان كده يا زولة. وبارك الله في من جمع رأسين في الحلال. الله أفضل أحفلي. حلنا في الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة العالمين. احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.